احنا ما زلنا بنؤكد على ان مطلوب جدا تنظيم الاسره والحد من الانجاب، لكن طالما انجبنا اطفال مهم جدا اننا نطلعهم اطفال مميزين، اطفال شخصيتهم قويه، قادرين على المواجهه، نقدر اننا نعتمد عليهم ونكون فخورين بيهم. وده اللي هنتعلمه مع ضيفتنا اللي منورانا الدكتوره غاده حشاد، استشاري اسري وتربوي. برحب بحضرتك يا دكتوره. اهلا وسهلا بيكي. منورانا. ربنا يخليكي. خلينا نبدا بالاسره وعندهم مجموعه من الاطفال، طفل او اثنين او ثلاثه، لكن مهم ان الطفل ده يكون مميز، نقدر اننا نربيه بطريقه صحيحه وسليمه، نقدر اننا نخليه عنده شخصيه، طفل مش زي اي طفل. ده بيحصل ازاي؟ اولا لازم بابا وماما يتفقوا في الاول على المبادئ والاخلاقيات اللي هيربوا عليها اولادهم، ويتفقوا على اسلوب التربيه. لان اللي احنا بنلاقيه ان ماما بيبقى ليها اسلوب وبابا بيلاقيه اسلوب، والاثنين ما بيختلفوا، الاولاد بيبقوا من الذكاء ان هم يقدروا يطلعوا من النص كده كسبانين، ويخلوا بابا وماما في الاخر ما يقدروش ينفذوا التربيه بتاعتهم، بيعرفوا يضربوا بابا وماما في بعض. خصوصا لو كبار شويه، واحنا عارفين انهم بيعرفوا يستغلوا الخلاف اللي موجود بينهم او الاختلاف في طرق التربيه. فاولا لازم ماما وبابا يبقوا شايفين الوضع قدام شكله ايه، عايزين اولادهم يطلعوا انهي اخلاقيات هي الاساسيات بتاعتهم، ايه مبادئ التربيه، مين المسؤول الاول عن التربيه، لو اختلفوا كلام مين اللي هيمشي، اساليب التربيه اسلوب حازم ولا اسلوب حنين ولا اسلوب حاد ولا اسلوب قاسي، بغض النظر عن احنا متفقين ايه ولا متختلفين ايه. ما ينفعش ماما حنينه قوي وبابا قاسي، يعني لازم يبقوا متفقين على طريقه هيربوا بيها اولادهم. ايوه، ما يسيبوش الدنيا كده ماشيه كل واحد وطريقته. ايوه طبعا، ما ينفعش، وما ينفعش الاولاد هم اللي يقودوا تربيتهم وهم اللي يقودوا البيت، لان الطفل لما هيلاقي بابا وماما مختلفين في اساليب التربيه وفي مبادئ التربيه هيبقى الطفل هو قائد البيت. وده انا بقوله كتير لناس بتجيلي، هو مين اللي بيقود بقى؟ هو كده الطفل مش بيقود التربيه بتاعته، ده بيقود البيت كله. هو الطفل بيبقى عنده من الادراك ان هو عارف ان هو المتحكم في الموضوع، ولا بيبقى دلع زياده، ولا بيبقى حنيه زياده زي ما حضرتك بتقولي بيبقى في جانب بيدلدق حنيه؟ حلوه كلمه فعلا، في جانب بيدلدق حنيه سواء بابا او ماما. لا، الطفل عنده ادراك قوي جدا، الاطفال حاليا في منتهى الذكاء، عندهم ادراك مين المتحكم في البيت، لما يطلب رحله مثلا يطلبها من ماما ولا من بابا، طب لما يطلب فلوس يطلبها من بابا ولا من بابا، لما حد يقول لا يدخل للتاني ازاي عشان يخليه يوافق. الاطفال عندهم هذا القدر العالي من الذكاء، وطبعا الاطفال بيستغلوا الحنيه المفرطه او القسوه المفرطه، بيستغلوا عدم الاتفاق عشان يقدروا يوصلوا اللي هم عايزينه، وده اللي بيسبب اولاد عندهمش القيم والاخلاقيات اللي بابا وماما كانوا بيحلموا بيها. طب احنا نعمل ايه عشان الاولاد دول يكون عندهم من القيم ومن الاخلاق اللي احنا نقدر نكون واثقين فيهم، واثقين في اختياراتهم، واثقين في اننا نقدر نطلقهم في العالم الخارجي بره حدود الاسره؟ اولا لازم ابقى انا حاطه شويه رولز كده في البيت مع بابا، ماما وبابا بيحطين شويه رولز في البيت يمشي عليها البيت كله. الاساس عندنا المذاكره، المذاكره هتاخد مثلا 90% من وقتنا وبقيه حياتنا كلها تاخد 10%، ولا الرياضه، لان انا بيجي لي لا بابا شايف ان الرياضه اهم حاجه والمذاكره هتيجي هتيجي، ماما شايفه العكس، فبيحصل خلاف، الطفل بيتطحن في النص والطفل في الاخر لا بيطلع متفوق في ده ولا ده. يبقى اذا الاتفاق على الاساسيات هي نمبر 1. نمرة 2، انا لازم اعد ابني لانه يبقى شخصيه واثقه عشان انا اقدر اثق فيه. لا ينفع ان انا اثق بدون تربيه وبدون تدريب وبدون وضع معايير، ولا ينفع ان انا احرمه من الثقه كلها. انا ببتدي احط الاساسيات بتاعتي وابتدي اجرب الطفل واسيبه في المجتمع الصغير، زي ما نقول كده نسيبه مثلا في الاول في الحضانه، نسيبه في المدرسه، نسيبه في الجامعه، نبتدي نحط رولز للطفل ونتابعه علشان يبتدي يتدرب، فابتدي اكسبه ثقه في نفسه وابتدي انا اكتسب الثقه فيه، فاقدر اسيبه في بعض المواقف وانا عارفه واثقه ان هو هيعدي فيها. احنا عندنا احد البرامج بتاعتنا بتؤهل الطفل ان هو يبقى طفل واثق من نفسه، بتؤهله ان هو يبقى طفل متميز، وده مجربينه كتير. الطفل اولا عندنا شويه اساسيات كده عشان ماما وبابا يقدروا يثقوا في الطفل ويخلوه واثق في نفسه. اولا
ممنوع. بصي انا دايما بقول للناس ايه، اكتب ممنوع كده بالخط الاحمر، ممنوع النقد، ممنوع اللوم، ممنوع العتاب، ممنوع المقارنه. بلاش، اشمعنى اخوك بيفهم احسن منك، اشمعنى اختك جابت نتيجه كويسه ولا لا، اشمعنى زمايلك في الفصل اللي قاعدين معاك دول فهموا المدرسه وانت ما فهمتش، هم احسن منك في ايه؟ هذه المقارنات بالظبط انا بشبهها بميه النار. ميه النار اللي بتتحط على اي حاجه بتحرقها. كلمات المقارنه كلمات بتبقى حاده جدا. احنا نفسنا الكبار لو شريك حياتي قارني بحد تاني انا مش هستحمل الكلام ده، صح؟ لو مديري في العمل قارني بالموظفين التانيين انا مش هستحمل. لازم انا كماما وانا كبابا ارضى بامكانيات طفلي وقدراته عشان اقدر اطلع نقاط التميز. انا ساعات بقول للماما دوري على اي نقطه تميز ان شاء الله بيعرف يشوط الكوره. طب انا اكتشف ازاي نقاط التميز اللي عند طفلي؟ زي ما حضرتك بتقولي كده، في اطفال عندهم موهبه فنيه، رياضيه، اجتماعيه، علاقات عامه، بارع في مجال التكنولوجيا، اقدر ازاي اكتشف المواهب بتاعته دي عشان انميها واستفيد منها؟ لازم ادي الفرصه للطفل انه يجرب. اجربه في الرياضه واجربه في اكتر من لعبه، اشوف جسمه، لان كل جسم مؤهل للتفوق في لعبه معينه. أيوة مش طبعا. اي حد هيعرف يلعب سباحه ويتفوق، مش مزبوط. اي حد يعرف يلعب فوتبول ويتفوق. فاذا في الرياضه مثلا لازم اديله فرصه انه يجرب لعبه واثنين وثلاثه لحد ما يستقر على اللعبه اللي تنفع تتماشى مع جسمه. ولو راحوا الكابتن جيد هيقدر يشوف مواصفات الجسم دي تنجح في انهي رياضه. طيب نجربه في الرسم، نجربه في التكنولوجيا، نجربه في الفك والتركيب. لازم ادي في الرسم، لازم ادي ابني فرصه انه يجرب اكتر من حاجه عشان اشوف اولا هو حب ايه، فهو لازم يبقى حاببها، ثانيا هيتميز في ايه، وابتدي اؤهله بقى واديله دورات تدريبيه ان هو يقدر يتميز في الحاجه اللي هو حاببها وهو اصلا عنده سمات تميز فيها. طيب احنا اطفالنا منقسمين الى نوعين، في نوع طفل عادي ما عندوش اي حاجه بتميزه، وفي طفل تاني من ذوي القدرات الخاصه انا شايفاهم عندهم قدرات مختلفه. فنقدر ازاي اننا نتعامل مع الاطفال من اصحاب المواهب المختلفه من ذوي القدرات الخاصه؟ ربنا خلقنا كلنا متساويين، كلنا زي بعض في الاجمالي. في حد متساوي اللي هم الاطفال النورمال الطبيعيين اللي هم معظم سماتهم الشخصيه وقدراتهم متقاربه من بعض، متميز في حاجه بس معظمهم متقارب. في عندنا بقى ذوي الهمم او ذوي القدرات الخاصه، هنلاقي ان في عندهم نقطه تميز هي لم تكتشف. لان ربنا عادل، انا لازم ابقى منها بده. فلازم انا كماما او كبابا او كمختصين نعرف ازاي نبحث عن نقطة تميز كل انسان ونكتشفها ونبتدي ننميها. ده بالقدرات الخاصة، ده ممكن يبقى طفل هو في الطبيعي نورمال لكن هو في الرياضيات متميز قوي. فمش لازم كلمة ذوي القدرات الخاصة معناها ان هو فاقد لبعض النقاط التساوي. لا خالص. لا انا عندي العلماء دول ما هم ذوي قدرات خاصة، انا ليه بأصبغ ذوي القدرات الخاصة بان هم اصحاب مثلا اعاقات؟ حتى اصحاب الاعاقات عندهم نقاط تميز، واحنا بنشوف الاولمبياد بتاعتهم ابداع، بيبقى احنا نفسنا متفاعلين معاهم جدا لان احنا عارفين ومؤمنين ان البني ادم ده عنده نقطه تميز تفوق كل الاخرين. أيوة. شطارتي ازاي اكتشفها واساعده انه ينميها؟ صح مظبوط. عدم اكتشافنا للقدرات دي بيهدر طاقتهم العاليه.